بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جعلها الله ليلة مباركة علينا أجمعين، وأمدنا فيها بالمعونة والتوفيق والتسديد، وهدانا إليه صراطاً مستقيماً، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة من معالم التوحيد، ولا يخفاكم أهمية هذا الموضوع وعظم شأنه، وحاجة الأسماع والنفوس إلى طرقه مرة تلو الأخرى، لأن التوحيد أساس الدين الذي عليه يبنى، وأساس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وزبدة دعوة النبيين، وخلاصة الكتب المنزلة، وهو الغاية التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وله من المكانة والمنزلة ما لا يخفى على مسلم. والحديث في هذا اللقاء هو بعنوان من معالم التوحيد، وسيكون الحديث حول هذا الموضوع بذكر ستة معالم من معالم التوحيد، ربما أنها إن شاء الله تجمع أهم ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب الشريف العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يعين وأن يسدد، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. المعلم الأول من معالم التوحيد حول خصائص التوحيد وفضائله. والتوحيد خص بخصائص عظيمة وميز بفضائل كريمة، وهي كثيرة جدا، وهكذا الشأن في كل أمر يعظم في دين الله تبارك وتعالى تكثر فضائله، فكيف بأعظم أمور الدين وأجلها على الإطلاق توحيد رب العالمين جل في علاه. ولهذا فإن التوحيد له خصائص عديدة وفضائل متنوعة، أشير إشارة سريعة إلى شيء من هذه الفضائل لأنتقل إلى المعلم الآخر
من معالم التوحيد. فمن خصائص التوحيد ودلائل عظم شأنه أنه الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالآية الأولى دلت على أن التوحيد العملي غاية خلق الخلق من أجلها، والآية الثانية دلت على أن التوحيد العلمي غاية كذلك خلق الخلق من أجلها. فالتوحيد بنوعيه العلمي والعملي هو الذي لأجله خلق تبارك وتعالى الخلق، وكفى بذلك دلالة على عظم شأن التوحيد ورفيع مكانته وعلو منزلته. ومن خصائص التوحيد أنه زبدة الرسالات وزبدة دعوة المرسلين، فما من رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلا وكان التوحيد خلاصة دعوته وزبدة رسالته. وإن أول شيء يخاطب به كل نبي قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذه الآيات تدل دلالة بينة على أن التوحيد هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم أجمعين. وفي هذا المعنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة، كلنا دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، وأمهاتنا شتى، أي شرائعنا مختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن خصائص التوحيد أنه زبدة الكتب المنزلة، والكتب المنزلة الإيمان بها أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الاعتقاد. وقد قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب على كل رسول. فالكتب المنزلة من أولها إلى آخرها زبدتها وخلاصتها وصفوة ما فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله
وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الكتب الذي هذا شأنها وتلك مكانتها، صفوتها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أي الرسل الكرام، على من يشاء من عباده. لماذا؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه خلاصة ما في الكتب السماوية الكتب المنزلة كلها، الدعوة إلى لا إله إلا الله، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له. ومن فضائل التوحيد أنه أساس الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة، فلا أمن ولا قرار ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا فيه أن التوحيد أساس الأمن وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. وخصائص التوحيد وفضائله كثيرة ومتعددة، أكتفي منها بما ذكرت لأنتقل إلى المعلم الثاني من معالم التوحيد، وهو حد التوحيد وحقيقته. ما هو هذا التوحيد الذي هذا شأنه وتلك مكانته؟ التوحيد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو أصل دال على الإفراد. فتوحيد الله عز وجل إيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فتوحيد الله عز وجل هو أن يفرد وحده جل وعلا بالإقرار بأنه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، حياة وموتا، عزا وذلا، إلى غير ذلك. والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته، كما قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيفرد بأسماء الحسنى وصفاته العليا، ويؤمن بكل ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إيمانا لا تحريف فيه ولا تعطيل ولا تكييف فيه ولا تمثيل، وإمرارا لنصوص الصفات كما جاءت والإقرار بها كما وردت. والإيمان بأنه سبحانه وتعالى
المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يخلص الدين له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. فلا توحيد إلا بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده، إخلاصاً للدين له، وإفراداً له وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وبراءة من الشرك وخلوصاً منه. وبهذا يعلم أن التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات، وتوحيد في الألوهية. ولكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ضد ينتفي به التوحيد، وسيأتي الحديث عن ذلك في معلم آخر من معالم التوحيد. المعلم الثالث من معالم التوحيد أهمية تحقيق التوحيد وتكميله، وهذه مرتبة عليا من مراتب التوحيد، أن يحقق التوحيد وأن يكمل، ليكون محققه ومكمله ممن يدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث، حديث ابن عباس وغيره، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمته، وذكر أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قيل لما خاض الصحابة فيهم قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فمقام تحقيق التوحيد مقام عظيم، وتحقيق التوحيد هو تتميمه وتكميله وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الأمور الثلاثة يسميها العلماء العوائق، لأنها تعوق السائر في طريقه وتعثره في سيره، فيحتاج ليكون من محقق التوحيد أن يتخطى هذه العوائق وأن يتجاوزها ليتم توحيده وليكمل إيمانه وليكون ممن يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ومحقق التوحيد على درجتين: الدرجة الأولى هم من حققوا التوحيد بفعل الواجبات وترك المحرمات، حققوا توحيدهم ففعلوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم. ويقال لأهل هذا أهل هذه المرتبة المقتصدون، ويقال لهم أيضا في النصوص أصحاب اليمين. فهؤلاء أهل هذه المرتبة هم من جاءوا بالواجبات الدينية، فرائض الإسلام، وتجنبوا المحرمات. فمن فعل الواجب وترك الحرام دخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. ولهذا انظر في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء التصريح باسمه في بعض الروايات النعمان بن قوقل رضي الله عنه، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟
قال نعم. في بعض الروايات أن هذا الصحابي رضي الله عنه قال ولم أزد على ذلك شيئا، واجب أفعله ومحرم أتركه ولا أزيد، رغائب وسنن ومستحبات ما أزيد على ذلك شيئا. أأدخل الجنة؟ قال نعم. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. فمن فعل الواجب وترك المحرم دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وهذا الصنف يقال له المقتصد. أما إذا زاد على الواجبات الدينية وترك المحرمات زاد إقبالا على النوافل والرغائب والمستحبات، هذا باب آخر تعلو به الدرجة وترتفع به المنزلة، لأن الجنة درجات، لكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. فالدرجات متفاوتة، الدرجات متفاوتة والمنازل متباينة. فإذا درجة المقتصد من محقق التوحيد هو من فعل الواجب وترك المحرم، أعلى منه درجة من يقال لهم المقربون ويقال لهم السابقون بالخيرات. فهؤلاء زادوا على أن فعلوا الواجب وتركوا المحرم بأن نافسوا في الرغائب والسنن والنوافل والمستحبات واستكثروا منها، فعلت بذلك درجتهم وارتفعت بذلك منزلتهم. فالحاصل أن تحقيق التوحيد هو تتميمه وتكميله، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، ومحقق التوحيد على مرتبتين، مرتبة المقتصدين ومرتبة السابقين بالخيرات. ومن النصوص العظيمة التي جمع فيها بين هاتين المرتبتين مراتب تحقيق التوحيد الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، ويعرف أيضا بحديث الأولياء، سماه بهذا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو الحديث الذي في الصحيح يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل من هم الأولياء؟ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كأنه قيل من الأولياء؟ فقال الله سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه مرتبة، مرتبة ماذا؟ المقتصدين. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن من يفعل الفرائض ويترك المحرمات ولي من أولياء الله. دعك من خرافات الصوفية وطرائقهم وضلالاتهم التي من خلالها يصل إلى الولي، بل دجلهم وشعوذتهم وإلى غير ذلك. من حافظ على فرائض الإسلام وترك المحرمات هذا ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم هناك ولي أعلى من هذا وأرفع درجة وأعلى منزلة، من هو؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فأفاد الحديث أن أولياء الله سبحانه وتعالى وهم الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب على مرتبتين، على مرتبتين، مرتبة فعل الفرائض وترك المحرمات ومرتبة التنافس
في الرغائب والنوافل والمستحبات بعد المحافظة على الفرائض والواجبات الدينية. ننتقل بعد ذلك إلى معلم آخر من معالم التوحيد، وهو الإشارة إلى نواقض التوحيد ونواقصه. فالتوحيد له نواقض وله نواقص، والنواقض والنواقص كل منها أو كل منهما يقال لها قوادح في التوحيد. والذي يقدح في التوحيد على نوعين: نوع يقدح في أصله وهذا يسمى ناقض للتوحيد، ونوع يقدح في كماله الواجب وهذا يسمى ناقص أو نواقص لي من نواقص التوحيد. فالتوحيد له نواقض وله نواقص، ومطلوب من العبد أن يعرف نواقض التوحيد وأن يعرف نواقص التوحيد من أجل أن يحذرها. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فيعرفها لكي يحذر منها ويحذر من الوقوع فيها. ولهذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ولهذا تجد العلماء كتبوا عن الشرك وكتبوا عن البدع وكتبوا عن الكبائر وأفردوا مصنفات خاصة بذلك من أجل أن تعرف هذه الأشياء لتحذر ولتتقى وليجتنبها العبد. ولهذا قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف مثلا الشرك أو لا يعرف النواقض أو لا يعرف النواقص كيف يتقي كيف يتقي هذه الأشياء وهو لا يعرفها؟ والتوحيد ينتقض في الجملة بأمور ثلاثة: الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. قال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالتوحيد ينتقض بهذه الأمور الثلاثة: الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر. وفصلت هذه وبينت في كتب العقائد وكتب التوحيد. وأما النواقص، نواقص التوحيد، فهي الأمور التي تنقص كمال التوحيد الواجب ولا تهدمه من أساسه، ولا تهدمه من أساسه. ويدخل تحت ذلك الكفر الأصغر، ويدخل أيضا تحت ذلك الشرك الأصغر، ويدخل أيضا تحت ذلك النفاق الأصغر. فهذه كلها تؤثر في التوحيد نقصا وليس نقضا، فهي من نواقص التوحيد وليست من نواقضه. وأيضا تفاصيل هذه الأنواع الثلاثة التي هي نواقص للتوحيد محلها كتب التوحيد وكتب العقائد. لننتقل بعد ذلك إلى معلم خامس من معالم التوحيد، وهو مصدر التوحيد ومنبعه، وهذا من الأهمية بمكان. فالتوحيد له منبع واحد ومصدر واحد تميز به، وهو أنه وحي منزل من رب العالمين،
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. التوحيد وحي منزل من رب العالمين من خالق الخلق. التوحيد هو دين الله الذي رضيه لعباده وخلقهم له ولا يرضى لهم دينا سواه. وقد قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله سبحانه وتعالى وحي منزل من رب العالمين. وجميع الأديان وهي كثيرة لا حصر لها على وجه الأرض، كلها أديان نابتة في الأرض، نبتت في الأرض. ولهذا تقسم العقائد التي بين الناس إلى قسمين: عقيدة نازلة وهي وحدها الحق، وعقائد نابتة. وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ كيف تنبت العقائد؟ بطرق شتى. وما سبب كثرة الطرق التي بها تنوعت وكثرت العقائد؟ تنوع المصادر. فتجد من الناس من يبني عقيدته على فكره وعقله، ومنهم من يبني عقيدته على ما يراه في منامه، ومنهم من يبني عقيدته على التجارب، ومنهم من يبني عقيدته على الذوق والحس، منهم من يبني عقيدته على الحكايات والقصص. تجد مصادر كثيرة جدا بين الناس ولدت ماذا؟ عقائد كثيرة وأديان مختلفة. ولا يستقيم دين ولا تصلح عقيدة إلا العقيدة النازلة بوحي من رب العالمين. ولهذا تجد من طريقة الأنبياء في إبطال العقائد التي بين الناس مطالبتهم بالدليل على أن الله شرع ذلك، أنه نزل بذلك وحي من الله، لأن الدين لله، أما الناس فهم مخلوقون له، ليس لهم إلا الدين الذي رضيه لهم. فيطلبون من الناس بعقائدهم المختلفة أن يذكروا البرهان. انظر مثلا قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي سورة النجم قال الله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة ظالمة باطلة، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا كاف في إبطال كل عقيدة نابتة في الأرض، لأن العقيدة الصحيحة العقيدة القويمة هي العقيدة التي نزل بها وحي الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد مصدره الوحي، ولهذا أهل التوحيد في عقائدهم يقولون: نعتقد كذا ونؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وتنتهي العقيدة عند هذا الحد. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم،
لكن لما أهمل كثير من الناس الوحي وأعملوا تلك المصادر المختلفة تولدت عن ذلك العقائد المتباينة والآراء المختلفة والنحل المتعددة. ننتقل بعد ذلك إلى المعلم السادس والأخير من معالم التوحيد، وهو حول فوائد التوحيد وثمراته، فوائد التوحيد وثمراته. والتوحيد فوائده لا حد لها وثماره لا حصر لها، ويمكن أن يقال في هذا قولا كليا جامعا أن كل خير وفضل ورفعة وعزة وكمال وسعادة في الدنيا والآخرة فهي ثمرة من ثمار التوحيد وأثر من آثاره العظيمة ومن جنى التوحيد المبارك. فالخيرات كلها الدينية أو نعم الدنيوية والأخروية كلها من ثمار التوحيد. وأيضا على الضد من ذلك الشرور والعواقب الوخيمة والمآلات الشنيعة هي من ثمار ضد التوحيد وتضيع التوحيد وتفريطه وإهماله وعدم العناية به. فالحاصل أن ثمار التوحيد ثمار عديدة وكثيرة لا حد لها ولا عد، ولعلي أكتفي بهذا الإجمال سائلا الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأشير إلى أن لي رسالة صغيرة بهذا العنوان طبعت مؤخرا عنوانها من معالم التوحيد، وكان الترتيب أن توزع في هذه المحاضرة لكن وصلت ها؟ جميل، توزع عليكم إن شاء الله الآن حول هذا الموضوع. وربما تقولون لماذا طولت علينا اليوم وفي كتاب، كان أعطيتنا الكتاب ومشينا على طول. فنسأل الله التوفيق لنا ولكم والمعونة والتسديد، وأن يبارك لنا وإياكم فيما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآله وصحبه.